بتخاف على صحتك؟ عم تواجه مشاكل صحية مزعجة؟ كم مرة بتوعى بالليل لأنك متقل بالعشاء؟ خلص من اليوم ورايح صحتك بالبلد. لمعالجة جميع المشاكل الصحية مع استشارة اختصاصيين، دراسات جديدة وقديمة مرتبطة بكل المواضيع الصحية وتغطية لأهم المحاضرات والأحداث عن الصحة عامة. صحتك بالبلد مع المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي، كل أربعة 5 المساء على هوا البلد. هاي، معكم المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي، مثل كل نهار أربعة عم تسمعوا صحتك بالبلد أكيد على راديو البلد. هاي كتير كبيرة وين ما كنتوا عم تسمعوني، إذا كنتوا بعدكن بالشغل، إذا علقانين بالعجقة إن شاء الله أكيد لا، أو إذا كنتوا صرتوا مرتاحين بالبيت. مين ما بيتمنى يكون أذكى وذاكرته أقوى؟ الأكل مثل دايما بيقدر يساعد. رح تكتشفوا معي اليوم شو هن الأصناف يلي بيقدروا يساعدوا دماغكن. أنا بحب السيلابريتيز ولأني حشورة شوي، بحب اكتشف كيف المشاهير بعالمنا العربي بحافظوا على جسمهم وعلى رشاقتهم. سو اليوم رح نكتشف كيف هالممثلة المحبوبة جدا ورد الخال بتحافظ على جسمها. بتحبوا تربحوا؟ أكيد بتحبوا تربحوا. مع برنامج صحتك بالبلد فيكن تربحوا وتستفيدوا بنفس الوقت. ركزوا منيح، أيدوا هول الأرقام يلي رح أعطيكن إياهن هلأ لحتى تلفنوا لي وتربحوا معي. 01-490-377 01-490-377-70-120-122 للمسجز والواتساب. فقرت yes or no، حابين تربحوا وتختبروا معلوماتكم بنفس الوقت؟ تلفنولي وجاوبوا على هالسؤال، عن جد كتير هين اليوم. برأيكم yes or no، معقولة للشوكلت؟ مين ما بحب للشوكلت؟ معقولة للشوكلت بيقدر يقوي الذاكرة؟ اليوم رح تقدروا تربحوا هدية كتير مهمة تقدمت بروجرام صحتك بالبلد، ميزان إلكترونيك لحتى تزينوا حالكم وتشوفوا الرقم عم ينزل. أكيد 01-490-377 01-490-379 واتساب أو مسجز على 70-120-122. خلينا ناخد أول اتصال. ألو. ألو، بونجور. بونجور، معك كاتيا عطلة. هاي كاتيا، كيفك؟ تفضل. يا كاتيا علقانة بالعجقة إن شاء الله؟ لا أنا علقت بعجقة اليوم. شو يا كاتيا، شو أول شي بتحب الشوكلت؟ كتير، يعني إنه هيدا السؤال صراحة ما بينسأل. أكيد إنه يعني وقت اللي بكون هيك شوية ديبريمي، يلا 100% حبة الشوكلت بتحلي أيام العالم كلها. كاتيا شو بتقولي، معقولة الشوكلت؟ هلأ نحنا منحبه أنا وياكي، بس معقولة الشوكلت بقوي الذاكرة بنفس الوقت؟ أكيد. بتقولي يس. فيه مانيزيوم وفيه كتير اشياء، يعني فيتامينات خاصة بعليلك شوية كمان المورال. علي المورال 100%. ثانك يو كتير كاتيا على اتصالك. باي باي. واتساب، اول واتساب لليوم نستفتح الواتسابس. رامي خوري بيقول يس يس يس. سو برأيكم يس اور نو، معقولة الشوكلت بيقدر يقوي الذاكرة؟ فيه عنده عدة منافع 100%، بس هل يا ترى بيقدر يقوي الذاكرة؟ كاتيا اللي تلفنتنا هلا قالت يس، ورامي اللي بعتلنا مسج كمان بيقول يس. لحتى تقدروا تربحوا كل شي عليكم تعملوه ممكن تلفنوا 01-490-377 01-490-379 واتساب أو مسج 70-120-122. فيكن تربحوا معي اليوم بتقدمة بروجرام صحتك بالبلد، ميزان إلكترونيك لحتى تزينوا حالكن، وأكيد أكيد لازم شو ما مين ما كنتوا تشوفوا الرقم عم ينزل. خلينا ناخد هذا الاتصال. ألو. هاي. بونجور، مين معي؟ يعطيك العافية، فارس أيوب. ثانك يو. هاي فارس، سلام. كيفك؟ منيح.
منيح. شو بتقول اول شيء؟ لانه انت اول لا بالاحرى تاني شاب معنا. بدنا نشوف الشباب كمان بحبوا الشوكولات. والله انا باكل شوكولا مر وبحسه باول ذاكره. اوكي ذاكرتك قويه كثير. اوكي ثانك يو كثير فارس على اتصالك. جواب بعقد. ثانك يو. في مقولة بالإنجليش بتقول you are what you eat. يعني إذا بدي ترجمها على العربي أنت شو بتاكل بكل بساطة. معقول الأكل بيقدر يخلينا نصير smarter أو أذكى؟ أكيد كل الأبحاث بتأكد أنه شو بتاكله بيأثر تأثير مباشر على الدماغ وعلى الذكاء. بلس الأكل الصحيح ممكن يمنع أمراض بتأذي الدماغ مثل الألزهايمرز، الخرف، مشاكل بالذاكرة وغيرهم من المشاكل المأزية. من لورين بتقول definitely مع smiley face. So هاي مرة تانية وين ما كنتوا عم تسمعوني عم تسمعوا برنامج صحتك بالبلد معي أنا المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي. إذا حابين ما معكم كتير وقت إذا حابين تشتركوا بفقرة yes or no انتبهوا يعني لازم دغري تتصلوا أو تبعتوا مسج على 01-490-377 أو 01-490-379 واتساب 70-120-122. برأيكم yes or no معقول الشوكولات بيقدر يقوي الذاكرة؟ ما بعرف لازم أنتوا تعرفوا. حابين تكونوا أذكى وذاكرتكم أنشط ركزوا علي وانتبهوا على هالأصناف الأكل المهمين. أول صنف رح نحكي عنه السمك المزيت. السيفود والسمك المزيت مثل السردين توم التونة والسامن أو السمو بيحتوى على أوميغا 3. هالمادة مهمة كتير للدماغ لأنه ركزوا 40% من الدماغ معمول من مادة موجودة بالأوميغا 3. كيف؟ يعني الأوميغا 3 اللي بتاخدوه من السمك المزيد مثل رح أجعد لكم السردين التونة والسمو. يعني تتغذوا دماغكم لازم تاكلوا على القليلة 3 مرات بالأسبوع سمك مزيد أو أويلي فيش. مدام سميرة معلوف ما اتصلت فينا بعتتنا واتساب بقلك هاي بتقول هاي أحلى صوت. يس خلص قيتلك اسمك مدام سميرة. ومريم كمان بتقول شور. مريم وسميرة دايما ببعتولنا واتساب وأنا بحيي الجميع يلي كلكم يلي دايما عم بتتابعوني على فيسبوك على صفحتي الخاصة هيلث كلينيك كريستال أبي عاصي ويلي دايما من خلال الفيسبوك بتبعتولي مسجز ويلي دايما عم تسمعوني. ثانك يو كتير على كل الفيدباك البوزيتيف تبعكم. خلينا ناخد هيدا الاتصال. ألو أصوار. هاي معك كوكي معلوف. كوكي هاي كيفك كوكي؟ ماشي الحال. شو بتقولي؟ يس. بتقولي يس؟ أكيد إذا اسمك كوكي يعني بتحب الشوكولات. تاكلي كتير شوكولات أو لا؟ وهل يا ترى بتاكلي دارك شوكولات أو ريجولر شوكولات؟ دايت شوكولات. برافو كوكي. ثانك يو كتير على اتصالك وإن شاء الله تربحي معنا ميزان لحتى تزيني حالك. يلي حابب إنه يشترك بفقرة يس أور نو لليوم
01-490-377-01-490-377 واتساب 70-120-122. برأيكم yes or no، معقولة الشوكولات بيقدر يقوي الذاكرة؟ فرجونا معلوماتكم. اتصال. الو بونسوار. بونسوار، كيفك كريستال؟ جود. مين معي؟ فرح. هاي فرح، كيفك؟ خلص عودتلي. شو يا فرح، ان شاء الله ما تكوني عرقانه بعجقه. لا بعدنا بالمكتب. اوه يا حرام، خليكي بالمكتب صدقيني. شو بتقولي يا فرح، يس اور نو؟ اصلا انت شكلك بتحب الشوكليت، اكيد مبين من صوتك. تمام، برافو على اللي بتاكلي دايت شوكليت. اكيد، برافو. انا بقول يس. بتقولي يس. جريت، ثانك يو كثير فرح، وثانك يو انك دائما بتسمعيني. بس بدي اقول هاي لربيع عم بيسمعني. مين ربيع؟ حدا هيك هاي ربيع هيك نحن كمان، انا كمان بقول له هاي. ثانكس فرح، باي. عجبتني هاي ربيع هيك خلص هلا مش حانسالك اياها يا فرح. سو مثل ما قلت لكم قبل، اذا بتحبوا تقووا ذاكرتكم لازم تاكلوا سمك. السمك المزيت ما لازم تخافوا منه، انتبهوا، مش لانه بيحتوي على زيت يعني مش لانه مزيت يعني بيحتوي على زيت يعني بنصح. انتبهوا هالنقطه، لانه بيحتوي على زيت healthy، يعني الزيت اللي بيساعد انه الواحد يحرق فات، خاصه الفات اللي بمنطقه المعده. سو اذا بدكم تقووا ذاكرتكم وذكاكم بنفس الوقت، لازم تاكلوا وتكتروا سردين، تونة وسمو. واتساب من عبدو فرايحة يلي بيقول انت كتير مهضومة، و answer is yes. thank you يا عبدو. انا بقول اكيد بتحب الشوكليت، اكيد فكر في هلا انا يعني بحب الشوكليت بس انا بفضل الدارك شوكليت. هلا ما فكر في امراه بالكون ما بتحب الشوكليت، او ما بعرف، يمكن لا اكيد في كم شخص، بس الشباب هل يا ترى بحبوا الشوكليت؟ خلينا ناخذ الاتصال. الو. الو، هاي. وهاي مين معي؟ منيحه. معك يام. هاي يام، كيفك انت؟ الحمد لله ماشي الحال. بتحبي الشوكليت؟ ايه معلوم، المر بس. المر. ليكي يلي ما بحب الحلو بحب الشوكليت بس بفضل ياخده مر، مثلي ومثلك يعني. بس ما بفكر في حدا بالكون ما بحب الشوكليت. ايه لا، ايه يعني بفوت شوية سعادة على قلب حياته الواحد. هيام يعني بتقولي ايه؟ معقولة ايه بقوي الذاكرة؟ ايه معلوم، ان شاء الله ذاكرتك ودماغك وذكائك يضلوا منيح يا هيام. ثانك يو كثير على اتصالك. باي. إذا بتحبوا تشتركوا بفقرة يس أور نو لليوم، السؤال هين وبسيط، يس أور نو، معقولة برأيكم الشوكلت يقوي الذاكرة؟ إذا حابين تربحوا معنا ميزان إلكترونيك، كل شيء عليكم تعملوه إنكم تتصلوا فيي 01-490-377-01-490-377. هولي الأرقام لازم تحفظوهم عندكم لأنه هولي أرقام راديو البلد. إذا بدكم تبعتوا واتساب أو مسج 70-120-122. Boom boom boom, gotta get that. Boom boom boom, gotta get that. Boom boom boom, gotta get that. Boom boom boom, that boom boom boom, that boom boom boom, boom boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom boom boom.
هزاني هلا واتساب من سوزان فريحة يلي دايما بتبعت لي مسجز ويعني دايما بتسمحني. سوزان بتقول يس. وفي شخص اسمه مازن, مازن قال هو بغنجو شوكليت. اوكي مازن, سو شو يعني مازن؟ بدك تقلي يس اور نو مازال بغنجوك شوكليت؟ انت لازم تعرف. اذا حابين تشتركوا بفقره يس اور نو لليوم, ما معكم بقى كتير وقت, كل شيء عليكم تعملوه انكم تلفنوا 01-490-377 واتساب 70-120-122. برايكم الشوكليت يس اور نو بقوي الذاكره؟ رح ناخد هيدا الاتصال. ألو. ألو مرحبا. هاي كيفك؟ سافا مين معي؟ غادة. هاي غادة, كيفك غادة أنت؟ سيمان. الحمد لله ماشي الحال. شو يا غادة, أنت مثلك مثل جميع النساء حول الكون بتحب الشوكولا؟ أكيد. أكيد. وبتقولي إيه أو لا؟ بتقولي يس أو نو؟ يس أكيد. بتقولي يس. أوكي أوكي, خليكي عم تاكلي شوكليت بس كلي دارك شوكليت لحتى ما تنصحي حبيبتي. أوكي, أوكي غادة, ثانك يو كتير على اتصالك حبيبتي. باي. سو مع هيدا الاتصال رح نفوت بريك سريع وراجعين, ما تروحوا على محل, يلا بريك وراجعين. The radio station 1, 2, 3 not only you and me got 180 degrees and I'm caught in between counting 1, 2, 3 need a partner free. خلينا ناخد اتصال. ألو. ألو. هاي. مين معي؟ ربيع. هاي ربيع كيفك؟ صفا ماشي الحال وانت؟ جود. شو بتقول ربيع, يس او نو؟ يس يس ربيع. انا بتروق وبتغدى وبتحشى نوتيلا. لا يا ربيع لا نزعتها, نحن عم نحكي عن الشوكليت المفيد يا ربيع. بمزح. خلص سكر الخط, سكر الخط يا الي. ايبرس فول, ايبرس فول, ايبرس. خلص قطعت, ما في, خلص ما في. ما انا ربيع مبسوطه انه انا اليوم ب 2 ابريل لانه كنت ميت رعبه اذا طلعت امبارح مثلا ب 1 ابريل كم اتصال بده يتزنخ علي. اكزاكتلي. حدا عمل اليوم حدا عمل فيك ابريل فول امبارح؟ لا ما قدروا, ما قدروا ولا انا, بس انا عملتها بحدا. لا ولو ما رأيت قطعت, بس كانت it was nice. مهضومة مش سائلة. لا good, اكيد منك كل شيء مهضوم خاصة انك بتحب الشوكليت. اكيد اكيد. ثانك يو ربيع اتصالك. ميرسي لك. ثانك يو ولو. ثانك يو. باي باي. جود لك. باي باي. معكم المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي, ومثل كل نهار أربعة عم تسمعوا صحتك بالبلد أكيد على راديو البلد. برجع بقلكن هاي كتير كبيرة وين ما كنتوا عم تسمعوني, إذا كنتوا بالشغل بالسيارة أو إن شاء الله تكونوا مرتاحين بالبيت. مين ما بيتمنى يكون أزكى وذاكرته أقوى؟ اليوم موضوعنا الأساسي عن الأكل يلي بيقدر يقوي الذكاء والذاكرة. بنفس الوقت بفقرة يس أو نو لليوم بطل معكم كتير وقت, انتبهوا فيكن تتصلوا فيي وتربحوا معي سؤال عن جد كتير هين. برأيكن يس أو نو معقولة للشوكلت بيقدر يقوي الذاكرة؟ كلنا منحب للشوكلت بس معقولة للشوكلت بيقدر يقوي الذاكرة؟ 01-490-377 واتساب 70-120-122. نحن وبالبريك بعتت لي كارين حرفوش واتساب بتقول فيها يس أكيد. اليوم رح تقدروا تربحوا هدية كتير مهمة أكيد تقدمة بروجرام صحتك بالبلد, ميزان إلكترونيك لحتى تزينوا حالكم وتشوفوا الرقم عم ينزل نزول مش عم يطلع طلوع. لاعبين فيه للميزان لحتى خليكم تضعفوا شو ما تاكلوا. معقولة يا ريت. 01-490-377 مثل ما قلت قبل واتساب أو مسج 70-120-122. سو كنا عم نقول قبل ما نفوت على البريك أنه أحد الأشياء, أحد الأصناف الأكل اللي بيقدروا يساعدوكن أنه تقووا ذاكرتكن وذكاكن وتهتموا بدماغكن وتبعدوا عنكن الأمراض اللي بتأثر على الدماغ هو السمك المزيت. السمك المزيت يعني السامن, التونة والسردين, هو اللي ما لازم تخافوا منهم. ما تفكروا انه لانه مزيتين يعني بخلوكم تنصحوا, بالعكس هيدا الزيت اللي موجود بقلبه هو لأصناف السمك يعني اللي هو أوميجا 3 بيساعد على تقوية الميتابوليزم وعلى حرق الفات.
أما الصنف الثاني يلي لازم تاكلوه إذا حابين تقووا ذكرتكن وذكاكن، الخضرة الخضرة بالسلاد بالطبق الرئيسي مع الأكل. الخضرة الخضرة مهمة جدا للدماغ وللجسم لأنه بتحتوي على الفيتامين سي ومادة الكاروتينويد يلي بتحمي الدماغ وبتقويه. دراسة عملت بجامعة هارفارد على 13,000 شخص تبينت انه الاشخاص يلي بياكلوا على القليلة مرتين خضرة كل يوم بيكون قوة دماغهم 3-4 سنين اصغر من عمرهم الحقيقي. اوه شغلة كتير منيحة، يعني كل ما تاكلوا خضرة كل ما يصغر دماغكم، وهيدي الشغلة نحنا بحاجة لها. كل شي بيصغر العمر كتروا منه. واتساب من توني بيقول يس، وكمان من ميرنا بتقول اكيد يس. ما في حدا اليوم عم بيقول نو، الهيئة كل العالم عم يسمعونا بحبوا الشوكولات. سو لحتى تشتركوا معنا بطل معكم كتير وقت، 01-490-377 هو لأرقام راديو البلد 70-120-122 مسج أور واتساب، هينين جدا وفيكن دايما لازم دايما نحطوكن معكن لأنه فيكن تتصلوا على جميع البروغرامات وتربحوا معنا. برأيكن يس أور نو، معقولة للشوكولات بقوي الذاكرة؟ To his needs, she dances till he feels just right. سالبي مثلي بتحب الدارك شوكليت وبعثت لنا هلا مسج بتقول هي يس. إذا مايكل جاكسون كان بيحب الشوكولات، بس صراحة ما في حدا ما بيحب الشوكولات، سو أنا بجاوب يس. الأفوكا، الزيت والمكسرات النية أكيد مين ما بيحب هالأصناف، عادة منبتعد عنهم لأنه منعطي الهم ينصحونا، بس جميع الأبحاث والدراسات بيأكدوا أنه هالأصناف بيقدروا يحمونا من أمراض الدماغ لأنه بيحتووا على فيتامين إي وبيقدروا يقووا الذاكرة والذكاء كمان، يعني كلون وما تعتلوا هم. وما تنسوا كمان انه الفيتامين اي بيساعد انه يحارب التجاعيد، الشيء اللي كلنا منحب نحاربه. بطل معكم كتير وقت، اذا حابين تشتركوا معنا بفقرة يس اور نو لليوم السؤال هين جدا، برأيكم يس أو نو معقولة للشوكولات بيقدر يقوي الذاكرة؟ اليوم رح تقدروا تربحوا هدية كتير مهمة، تقدمة بروجرام صحتك بالبلد، ميزان إلكترونيك لحتى تزينوا حالكم كل يوم. وبفقرة سيليبرتي دايت لليوم اللي رح نسمعها بعد شوي رح نكتشف كيف هالممثلة المحبوبة، عم نحكي عن ورد الخال، بتحافظ على جسمها. إذا بتعرفوها بتعرفوا قدي جسمها حلو. واحد أربعة تسعة صفر ثلاثة سبعة سبعة واتساب 70-120-122 برأيكم يس أو نو، معقولة للشوكولات بيقدر يقوي الذاكرة؟ حكينا عن السمك المزيت، حكينا عن الخضرة خضرة، وحكينا عن الأفوكا والمكسرات النية. وعلى
عن زيت الزيتون كمان نسيت زيت الزيتون المكسرات النية الأفوكا وزيت الزيتون ليه المكسرات النية حدا بعت لي هلأ واتساب ليه مكسرات نية لأنه بكل بساطة هو تشترون كبزورات يعني إذا نسميهم بالدارج بيكونوا محمصين هيدا تما نقول انه ملحين ومقليين لانه هلا صاروا بيعملوا لهم هيك دعايه انه محمصين وقت يتحمصوا المكسرات ببطلوا منيح لانه الزيوت تبعهم بيصيروا اوكسيدايز يعني بيتاكسدوا يعني بكل بساطه ما ضروري توجعوا راسكم بكل بساطه ببطلوا منيح. كمان في صنف كتير مهم انه تفوتوا على قلب حياتكم اذا حابين تقووا ذكرتكم وذكاكم الكاري. هيدا البهار يلي بيستعملوه بالمطابخ الأسيوية وخاصة بإنديا بيحتوي على مادة الكركمين يلي بتسرع الميتابوليزم أو نسبة الحرق بالجسم وبتحافظ على صحة الدماغ وقوة الذاكرة وسرعة الانتباه. سو هلأ صار عندكم سبب جديد لحتى تاكلوا أكل هندي. ما بعرف إذا دايقين المطبخ الهندي بس عن جد كتير طيب. لسوء الحظ في كتير عالم ما بيحبوا الكاري وما بيحبوا الحر in general بس هول الأصناف جدا مهمين لصحتكم ولا ذاكرتكم ولا دماغكم. Every day I'm shuffling. شغلة كتير مهمة هلأ رح تبلشوا ليلي ما بيحب الشيء رح أحكي عنه هلأ رح يبلش هيك يبرم عيونه ويقول لي يا كريستال بتضلك تحكينا عن هالشغلة وبتضلك تحكينا عن الشغلة مهمة بكل شيء عن جد مهمة بكل شيء. رح قلكن شو هي بس بعد ما اخد هذا الاتصال. الو الو هاي هاي مين معي؟ معك علي سيف الدين. هاي علي كيفك؟ منيحة؟ انا كتير منيحة. انت؟ انا منيح كتير. شو بتحب الشوكولا؟ شوكولا؟ شوكولا مين ما بيحب شوكولا؟ حتى الرجال بيحبوا الشوكولا. لك يا عمي شو هيدا لازم نفتح معمل شوكولا. شو علي بتقول يس اور نو معقول الشوكولا بيقوي او بيأثر على الذاكرة وعلى الدماغ؟ شو برأيك؟ انا بقول يس. بتقول يس؟ نعم. سو بتوافق الجميع اللي عم بيتلفن وعم يبعت مسجز علي؟ نعم. لانه كل العالم عم تقول يس يمكن كلكم عم تقولوا يس قد ما بتحبوا الشوكولا. ثانك يو علي كتير على اتصالك وثانك يو انك دايما دايما بتسمعني. باي. الصنف اللي كنت عم بحكي عنه قبل ما يتصل فيي علي وبشكر كثير اكيد على اتصاله عم بحكي عن المي. بعرف صرتوا سامعين هيدي هالشغله عده مرات. عن جد شو بدي اعمل؟ طيب عن جد المي كثير مهمه كثير مهمه للجسم مهمه لعده مشاكل بالجسم وكمان مهمه للذكاء والذاكره. دراسه صغيره انعملت بجامعه اوهايو اكتشفت انه الاشخاص يلي بضل جسمهم مشبع بالمياه يعني يلي ما بينقصهم مي بيكون عندهم brain power أو قوة دماغ قوة دماغية ما بعرف كيف بدي ترجمها بس بيكون عندهم brain power أكتر بكتير من الأشخاص يلي ما بيشربوا مي. انتبهوا إذا ما بتعطشوا ما بيعني أنه أنتم منكم بحاجة لمي بس هيدا بيعني أنه أنتم مش معودين تشربوا مي وجسمكم مش معود يقولكم أنه هو عطشان. So قدي لازم تشربوا مي؟ عن جد هيدا السؤال صعب انه جاوبكن عليه لانه كل واحد جسمه شي بس عادة انتو بحاجة على القليلة لليتر ونص مي وممنوع تشربون كرجة واحدة يعني لازم تشربون خلال النهار لحتى جسمكن يستفيد ويرتوي من هالمي الطيبة والمنيحة. فيكم تتصلوا فيي 01-490-377 للواتسابس أو للمسجز. جاوبوا على هيدا السؤال البسيط يس أو نو معقولة الشوكولات بيقدر يقوي الذاكرة؟ أخ مين ما بيحب الشوكولات؟ سو
خليني أعيد شو هن الأصناف يلي بيساعدوا إنه يقووا الذاكرة. أول شيء عنا السمك المزيت، وينون أحنا مكتوبين هاي إدني أنا لازم أكلهم هون لأنه مش عم بتذكر بقى. السمك المزيت يعني مثل السردين، التونة والسمو مهم. الخضرة الخضرة، شو يعني خضرة خضرة؟ يعني بقدونس، يعني بقلة، يعني ركة، يعني زعتر، يعني خس، يعني ملفوف. الملفوف مهم بس منه كتير أخضر، كل ما يكون أخضر كل ما يكون أحسن. الأفوكا، الزيت مثل زيت الزيتون أكيد، والمكسرات النية، الكاري كمان، هيدا البهار مهم جدا للذكاء وللذاكرة. وأهم شيء المي، مهم لعدة مشاكل بس أهم شيء بتقدر تقوي لكم الذكاء وبتقدر تقوي البرين باور. صار وقت فقرة السيليبريتي دايت لليوم. تعالوا نكتشف سوا أنا وياكم كيف الممثلة المحبوبة جدا ورد الخال بتحافظ على صحتها. نقول معكم ورد الخال بصحتك بالبلد مع كيسال أبي عافي. صحتي هالفترة ما كتير عم بنتبه له بالإجمال، عادة أنا إنسانة بنتبع على صحتي كتير، بس هالفترة بحكم الشغل والتصوير الدايم فنظامي الغذائي خربت هالفترة، صار له فترة يعني لأنه بحكم الشغل والأكل اللي برات البيت وهيك، فأنا إنسان بحب أكل كتير أشياء مغذية وبحكم شغلنا يعني ناكل الموجود. بالحياة الإجمالية أنا إنسانة بهتم بعمل سبور كتير، وإذا بيكون عندي فرصة من شغلي لأنه ما عندي وقت مع الجيم مثل العادة فبروح بمشي، بمشي بالقليلة ساعة في اليوم وقت فراغي، وبنتبع أكلي يعني باكل يعني ما بنقص على حالي شيء بس باكل إشياء بتغذي وثلاث وقعات بالنهار، بس وقت الشغل بتخربط كل شيء. بس أنا من الأشخاص كمان اللي دغري بيرجعوا لروتين اللي معودين عليه. Thank you كتير كبير للممثلة ورد الخال. يلي بيشوفها وبيشوف جسمها على التيفي وبالحياة الحقيقية بيقول أكيد ورد تاكل البدية، بس شغلة كتير حلوة نكتشف انه الأشخاص اللي منحبهم المشاهير والسيليبرتيز بعالمنا العربي مش بس بهوليوود بيهتموا بحالهم وبيهتموا بجسمهم وبينتبهوا على أكلهم مثل ورد ومثل الجميع يلي عم بيكونوا كتير صريحين معنا وعم بيوثقوا فيه وعم بيقولوا الحقيقة للفانس تبعهم ولا أكيد مستمعين بروجرام صحتك بالبلد. So, صار وقت نكتشف الجواب لفقرة yes or no لليوم. برأيكم yes or no، معقولة الشوكولات بيقدر يقوي الذاكرة؟ شو هو الجواب؟ شو قولكم؟ معقولة يطلع no مع أنه كل العالم اليوم جاوبوا yes؟ لا، الجواب هو يس. الشوكولات بيقدر يحل ايامكم ويقوي لكم دماغكم ذكائكم وذاكرتكم، لانه الشوكولات بيحتوي على ماده الفلافونويدز يلي عندها لينك او صله مباشره للدماغ ولصحته. بس شرط يكون الشوكولات يلي بتاكلوا 70% كاكاو ومش أقل من هيك، لأنه الكاكاو هو اللي فيه منافع، هالمنافع العظيمة اللي حكينا عنها. أما الشخص يلي ربح معنا ميزان لليوم، ميزان إلكترونيك، هو رامي خوري. ثانكيو كتير على جميع اتصالاتكم وثانكيو كتير على الواتسابس تبعكم، ومبروك لرامي خوري. فيه يجي على على بروجرام فيه يجي على راديو البلد بسنتر فريوي بسن الفيل، معروف جدا سنتر فريوي بسن الفيل. نحن بطابق الثالث ابتداء من بكرة بين الساعة 9 والساعة 5 لحتى ياخد ميزان إلكترونيك تقديمات بروجرام صحتك بالبلد. صار وقت لكم باي. كان معكم بالإخراج الإذاعي إلي الشوع وأكيد أنا المعالجة الغذائية كريستال أبي عاصي. منلاقيكم ربعت الجاي كمان على الساعة 5 من هلأ لوقتها. ما تنسوا تهتموا بجسمكم لأنه ما عندكم غيره. باي.